من لقائنا اليوم يشكل فرصه سانحه للحوار الهادئ والمسؤول من اجل تحسين مستوى فهمنا الجماعي والفعلي للمرجعيات الدوليه والمضامين الحقوق والحريات الاساسيه التي تكفل حق الجميع في البقاء بمنع المساس بشخصه وبكيانه الانساني وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اشكال المعامله اللا انسانيه او المهينه او غير اللائقه او العقوبه القاسيه، فانه في سياق عمل المؤسسات الامنيه ببلادنا يعتبر مناسبه مواتيه للاطلاع على رؤى وتجارب وخبرات مختلف الفعاليات والاليات الدوليه الامميه والحكوميه وغير الحكوميه، وكذا استعراض الجهود المبذوله لترصيد المكتسبات وتجاوز الصعوبات توصلا الى تحقيق الاهداف الساميه المرجوه في الوقايه من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعامله. في هذا السياق العام وموازاه مع انفتاح مؤسساتنا الامنيه على التجارب الدوليه والمقارنه في هذا المجال المرتبط بحمايه وصون حقوق وحريات الاشخاص والحفاظ على امن وسلامه الاشخاص الخاضعين لاي شكل من اشكال الحرمان من الحريه، فاننا نتطلع في هذا اللقاء الاقليمي الافريقي بامتياز الى استعراض المجهودات المبذوله من قبل المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان وكذا الاليه الوطنيه لمنع التعذيب المنبثقه عنها، والتي نود التنويه هنا بمستوى التعاون والمساعده التقنيه التي تقدمها لنا من اجل دعم توجهات ومخططات عمل المصالح الامنيه القائمه على الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الاساسيه باعتبارها خيارا دستوريا لا رجعه فيه. حضرات السيدات والساده، الى جانب توفير الامكانات والوسائل التقنيه اللازمه للقيام بوظائفها وفق متطلبات النجاعه الامنيه في مختلف التخصصات التقنيه على مستوى العمل الميداني لمصالح الشرطة وانسجاما مع الوظائف والمهام الموكولة لها في الحفاظ على الأمن والنظام العام بما يضمن حماية الأشخاص وممتلكاتهم والذود عن أمن الدولة وسلامة مؤسساتها وحماية التراب الوطني، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني ضمن مخططات عملها جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم اعتماد منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن من خلال وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد العمل الميداني للشرطة وتحسين مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي. وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي يقضي باعتبار التعذيب عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة كانت، وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا الناجمة عن الانضمام والمصادقة على مختلف الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية المكونة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منذ انضمام ببلادنا إلى البروتوكول لاختيار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية منذ 2014، بادرت مصالح قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جانبها إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حماية لهم وفقا لمقتضيات القانون المصري الجنائية. وكان من بين أهداف هذا المخطط المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات التفتيش الوظيفية توفير الشروط الموضوعية لأنسنة هذه الأماكن. وقد انصبت هذه العمليات التي امتدت على مدى 5 سنوات من 2016 إلى غاية أواخر
2021 على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية والتجهيزات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري لما يجري بالغرف والأماكن المذكورة من جميع الزوايا، إضافة إلى توفير الأغطية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتغذية الملائمة دون إهمال التقيد الدقيق بتدابير الأمن والسلامة والنظافة الصحية، وكذا إحداث وتعهد المرافق المطلوبة لاتصال الأشخاص المعنيين بمحاميهم أو اتصال هؤلاء الآخرين بموكليهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية، واستنادا للالتزامات الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعديل، وكذا المقتضيات الموازية في التشريع الوطني وخاصة منها تلك المرتبطة بالولاية الآلية الوطنية لمنع التعديل المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتفاعلا منها مع هذه الآليات التعاقدية والوطنية للوقاية من التعديل، بادرت مصالح خط المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى إعداد قوائم عامة وشاملة لجميع الأماكن التابعة لها والتي يمكن أن تتواجد فيها أشخاص محرومون من الحرية، بما في ذلك عناوين ومقرات القيادات والمصالح والمفوضيات، وكذا وحدات العمل الميداني للشرطة التي يمكن أن ينقل إليها أو يتواجد فيها أشخاص محرومون من الحرية، بما في ذلك في إطار القيام بمهام الشرطة الإدارية وتنفيذ القرارات الإدارية ذات الصلة. وقد تم إرسال هذه القوائم ووضعها رهن إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا رئاسة النيابة العامة، كما تمت موافاة اللجنة الفرعية لمنع التعديل بهذه المعطيات بمناسبة زيارتها للمغرب في أكتوبر من سنة 2017 وقبل موعد هذه الزيارة بناء على طلب منها. أيتها السيدات والسادة، ومواصلة منها للجهود المبذولة من أجل الاطلاع بالمهام الأمنية في احترام دقيق للحقوق والحريات الأساسية للأشخاص المعنيين، ومنذ النصف الثاني من سنة 2015 انضم قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بتنسيق إجراءات تمويل تغذية الأشخاص المحرومين من الحرية المحتفظ بهم من قبل السلطات والإدارات العمومية وفقا للقانون، وخاصة منهم أشخاص موضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم من قبل الإدارات والهيئات التي أناط بها القانون مهام الشرطة القضائية. وقد توجت الجهود المبذولة لهذا الغرض باعتماد القانون 89/18 الصادر في 11 مارس 2019 المحدث لآلية تمويل الدولة لنفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وكذا الأحداث المحتفظ بهم حماية لهم وفقا لمقتضيات مادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المرسوم 222 صادر 22/2 بتاريخ 6 ماي 2020 المحدد بموجبه نظام هذه التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر يناير لهذه السنة 2023 بتقديم 3 وجبات يوميا للأشخاص المحتفظ بهم في جميع القيادات الأمنية اللامركزة، وكذا مصالح العمل الميداني للشرطة المكلفة بمهام الشرطة القضائية والذي قد يتواجد فيها أشخاص موضوعين تحت الحراسة النظرية أو أحداث محتفظ بهم حماية لهم وفقا للقانون. ولغرض التنزيل العملي لهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية والعمل على أجراءتها بما يتلائم وهيكلة مصالح الأمن الوطني وتوزيع المهام الميدانية والتدبيرية بين مختلف تشكيلاتها الأمنية ومصالحها المتخصصة المركزية واللامركزة، تم إجراء مشاورات موسعة مع مختلف مصالح العمل الميداني للشرطة ومصالح التدبير الإداري واللوجستيكي للأمن الوطني، وبعد استطلاع رأي الأطر وأخصائي القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتغذية الصحية والسلامة والنظافة الصحية إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم التوصل إلى منهجية عمل لتنزيل آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية التي كرسها القانون رقم 89/18
والتي تم العمل بها منذ دخول الآلية المذكورة حي التنفيذ في مستهل هذه السنة. أيتها السيدات والسادة، في هذا السياق ذاته تعززت أواصر هذا التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي الذي تم توقيعها في 14 سبتمبر 2022 بالرباط بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني بغرض التفعيل وتوطين احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها. وهنا لا يفوتنا التنويه بمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنبثقة عنه في تنفيذ مخطط عمل عن المديرية العامة للأمن الوطني الخاص بمواكبة المكتسبات الحقوقية الواردة في القانون 76/15 متعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2018 في شقها المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ولا سيما الفصلين 13 و15 منه والمتعلقين بالاختصاص الممنوح لهذه الآلية الوطنية من أجل القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهينة. هذا وقد ساهمت هذه المبادرات والأنشطة التكوينية في الرفع من قدرات الفرق والوحدات الأمنية المكلفة بتدبير وحراسة هذه الأماكن وتمكينها من الاطلاع بمأموريتها بما في ذلك عن طريق التفاعل مع خبراء الآلية الوطنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال زيارتها لهذه الأماكن تنفيذا لولاياتها الخاصة بمراقبة أماكن الحرمان من الحرية والاتصال مع الأشخاص المحرومين من الحرية المتواجدين فيها وكذا الأشخاص المكلفين بحراستهم والولوج إلى المواد التوثيقية ذات الصلة. أيتها السيدات والسادة، إن لقاءنا اليوم إذ يتبوأ مكانته كفرصة سانحة لتعبئة الموارد والجهود المبذولة لتنسيق أنشطة مختلف الهيئات والمؤسسات والآليات الوطنية والدولية والهيئات الأمنية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان ومراقبة احترامها والنهوض بها، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المحرومين من الحرية والوقاية من مخاطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة والمهينة أو العقوبات القاسية في ظل الاحترام للقانون والنظام مع إعمال مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤولية وقطع الطريق على الفكر العدلي القائم على تبخيص عمل المؤسسات ومجهوداتها لإشاعة الفوضى والترويج للمخططات الهدامة المناوئة لحقوق الإنسان وفلسفتها القائمة على المساواة وعلى احترام الجميع ونبذ العنف والكراهية. وأخيراً، وإذ نثمن عالياً الثقة التي حظي بها قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني من لدن اللجنة المنظمة لهذا اللقاء الإقليمي حول ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب من خلال دعوته للمشاركة في هذه الجلسة الافتتاحية وحضور أشغال الجلسات الموضوعاتية لهذا اللقاء الدولي الإفريقي المتميز، لا يفوتنا مرة أخرى أن نعبر لكم عن انخراط مصالح الأمن الوطني وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية تحت القيادة السامية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا لبلداننا وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.